اهلا بيكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مجال الاي تي. هنبدا نتعرف عن التخصصات المختلفه اللي موجوده في الاي تي، زي البروجرامينج، زي الداتابيز، زي النتورك، زي الجرافيك، زي الويب ديزاين، وحاجات كتيره مختلفه. خلونا نبدا نشرح الاوبجكتيف الخاص بالبروجرامينج بصرف النظر عن لغه البروجرامينج اللي انا بشتغل بيها، بصرف النظر عن البروفايدر اللي انا بشتغل بيه، ايا كان مايكروسوفت، اوراكل، زينت، ايا كان نوع البروفايدر. خلينا نتكلم اول حاجه عندنا البروجرامينج. البروجرامينج هدفها ان انا عندي بروبلم عاوز اطلع لها سوليوشن. السوليوشن ده بيكون من خلال اوتوميتد سيستم بعمله. عشان نتكلم عندنا ثلاث انواع من الابلكيشن اللي ممكن اي كاستمر يطلبهم مننا. ممكن يطلب ديسكتوب ابلكيشن، ممكن يطلب ويب ابلكيشن، ممكن يطلب موبايل ابلكيشن. خلينا نتعرف على الثلاث انواع بشكل مختصر. اول حاجه عندنا هو ديسكتوب ابلكيشن، وهو ابلكيشن الامتداد بتاعه دوت اي اكس اي، زي الوين امب مثلا، زي الميديا بلاير اللي بتشتغل عليها، زي اي سيستم اتش ار كان بيشتغل على الديفايس بتاعك، بس ما بيشتغلش ويب او بيشتغل موبايل. مشكله الديسكتوب ابلكيشن هو انك دايما بتحتاج ريسورسز كتيره، لانك انت بتحتاج انك انت تنستول كل نسخه من النسخ اللي موجوده على نسخه السوفت وير على جهاز كل موظف عندك، وبالتالي لما بتيجي تعمل اي ابديت او اي تشينج بيحصل عندك على السيستم محتاج انك تمر على كل الاجهزه دي. نقطه تانيه برضو مهمه جدا هو ان الديسكتوب ابلكيشن لو انت صاحب شركه مثلا او صاحب مؤسسه عاوز تمانج الريسورسز بتاعت الشركه، او تبص على الريبورتات وتبص على الديبارتمنتس المختلفه، على السيستم عملت ايه وكسبت ايه وده عمل كذا وده ما عملش كذا، لازم تكون موجوده على نفس الجهاز بتاعك. فبالتالي لو انت مسافر بره هيصعب عليك ان انت تعرف تمانج الريسورسز بتاعتك. علشان كده عندنا اتجاه مهم هو ان احنا بنروح من الديسكتوب ابلكيشن للويب ابلكيشن. علشان كده عندنا كونسبت موجود عندنا في او ترند موجود عندنا في الماركت اسمه ريا. الريا هي اختصار حاجه اسمها ريتش انترنت ابلكيشن. فكرته ان اي حاجه ديسكتوب ابلكيشن هنعملها ويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن ده او السيستم اللي انت بتعمله بيتحط على السيرفر. انا ككلاينت باكسس على السيستم ده من خلال يو ار ال، بكتب اليوزر نيم، بكتب الباسورد بتاعي، ببدا ادخل على السيستم، بمانج السيستم براحتي زي ما انا عاوز، زي ما كلنا عندنا فيسبوك. اكيد مش كلنا منزلين الفيسبوك عندنا. كل اللي انت محتاجه ان انت محتاج مودرن ويب براوزر عادي بتقدر تاكسس من خلاله على الويب ابلكيشن بتاعك او على السيستم بتاعك. بتدخل اليوزر نيم، بتدخل الباسورد، ليك بيرميشنز بتحدد فيها انت تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه، وبالتالي انا بقلل عدد الريسورسز اللي انا محتاجها، فبالتالي مش محتاج ان انا انزل ريسورسز عندي. تاني حاجه، لما بيحصل اي ابديت او اي تشنج على السيستم مش محتاج ان انا انزله، لان هو بقى سنترلايزد على سيرفر واحد، فبالتالي اي حد يقدر يشوف الابديت اللي حصل دايركت بدون اي تعطيل او اي حاجه. تالت نوع عندنا هو الموبايل ابلكيشن. في الحقيقه الموبايل ابلكيشن اصبح دلوقتي من الضرورات المهمه جدا ان اي حد يقدر يعمل موبايل ابلكيشن لاي سيستم بيعمله. خلينا نتكلم عن ان اهميه الموبايل ابلكيشن. ان انت باحصائيه بسيطه كده كانت الفيسبوك عاملاها، ان انت عندنا حوالي نسبه 60% من البروفيت بتاعت الفيسبوك كانت جايه من خلال الموبايل ابلكيشن. اهميه الحته دي ان كلنا معانا السمارت فون بتاعنا، لا يكاد اي حد بيبقى سايبه، فبالتالي سهوله ان انت تعمل اي بروسيس او اي حاجه او اي اوردر انت بتحتاجه، فبدل ما تدخل على الويب ابلكيشن لا انت بتدخل على الموبايل ابلكيشن. ولكن خلينا نربط الموضوع بشكل كبير جدا ما بين الويب وما بين الموبايل. كل الشركات بتعمل ويب ابلكيشن وبتعمل موبايل ابلكيشن. يبقى هنا ان البروجرامنج بصرف النظر بقى عن لغه البروجرامنج اللي احنا هنشتغل بيها، سواء كانت هتبقى بعد كده زي ما هنبدا نعرف دوت نت او جافا او بي اتش بي او بايثون او اي لغه بروجرامنج تانيه، اقدر اعمل من خلال البروجرامنج اي نوع من الابلكيشن، وطبعا على حسب الفيتشرز اللي هتقدمها لك اللغه، وعلى حسب هي ممكن بتشتغل ديسكتوب وويب ابلكيشن وموبايل ابلكيشن ولا بتشتغل ويب ابلكيشن بس، نبدا نعرف الفروقات المختلفه.
خلينا نبدأ ندخل على المجال التاني اللي موجود عندنا، وهو مجال الداتابيز. الداتابيز دايما ليها هدفين رئيسيين، الهدف الاول ان انت تعمل ستور للداتا بتاعتك، تاني هدف ان انت تعمل مانج للداتا بتاعتك. بالتاكيد لو عندنا كميه داتا مهوله وحابين نقدر نتعامل مع الداتا دي، افضل طريقه ان احنا نحطها في مجموعه من التيبلز اللي بتخلينا نقدر نمانج الداتا دي بشكل سليم، ونقدر نعمل فيها اي بروسيس على اي حاجه احنا عاوزينها. عندنا ريبورتات، عندنا اي نوعيه من الداتا احنا بنشتغل عليها نقدر نشتغل عليها. كلمه ستور يعني معناها ان انت هتخزن الداتا بتاعتك، يبقى ده دور الداتابيز. ايا كانت برضو الداتابيز اللي انا هشتغل عليها، هي اوراكل، هي سيكوال سيرفر، هي ماي اس كيو ال، هي سايابيز، ايا كان الداتا بتاعتك، او حتى عندنا حاجه جديده نازله في الماركت اسمها نو سيكوال، مش بتتعامل على الريليشنال داتابيز اللي هي التيبلز اللي ما بينهم ريليشن بتشتغل عليها. كلمه مانجمنت معناها ان انت تقدر تعمل ابديت، تقدر تعمل ديليت، تقدر تعمل سيلكت للداتا بتاعتك تقدر تشتغل عليها بشكل كبير جدا. اشهر ثلاث حاجات ممكن نقدر نعملهم في الداتابيز، او اشهر اربع حاجات نقدر نشتغل عليهم، وان انا بسلكت الداتا بتاعتي، بجيب الداتا بتاعتي علشان اعرضها عندي للكاستمر بتاعي. تاني حاجه اقدر ابديت في الداتا بتاعتي، اقدر ديليت في الداتا بتاعتي، اقدر اضيف داتا جديده عندي. ده دور الداتابيز بشكل كبير. ولكن خلونا بقى نعرف ان احنا عندنا دايما حاجتين هنسمعهم عن الداتابيز. اهم شخصين دايما ممكن هيشتغلوا معانا في الداتابيز، عندنا دايما هنسمع عندنا داتابيز ديفلوبر، وهنسمع عن داتابيز ادمن. الراجل الداتابيز ديفلوبر هدفه ان هو بيعمل كرييت للداتابيز بتاعتنا. طب الراجل الادمن ده عباره عن ايه؟ بعد ما عملنا كرييشن للداتابيز وظبطنا الداتابيز واشتغلت الداتابيز، الراجل ده هدفه ان هو يعرف يمانج الداتابيز. يعني على سبيل المثال بيعمل كل التاسكات الخاصه بالادمنستريشن الخاص بالداتابيز بتاعتنا، زي مثلا ان هو يبقى مسؤول عن السكيورتي بتاعه الداتابيز، يبدا يعمل سكيورتي ويبدا يعمل بيرميشنز، يقول مين اللي يقدر ياكسس على الداتابيز ومين ما يقدرش ياكسس على الداتابيز، وكل الاشياء الخاصه بالسكيورتي من هذا القبيل. حاجه تانيه زي ان هو يقدر يعمل باك اب وريستور للداتابيز بتاعته، باك اب ان هو يبدا ياخد نسخه من الداتابيز ثم يقدر يعمل لها ريستور، اللي هو يرجع عن ريستور بوينت كده علشان يرجع الداتابيز للصوره اللي كانت عليها. عشان كده دايما بنلاقي اكتر حد يليق عليه ان هو يشتغل داتابيز ديفلوبر مع الشغل بتاعه هو الراجل الديفلوبر او الراجل البروجرامر اللي هو اصلا بيشتغل على اي ابلكيشن. لانه خد بالكم واحنا بنتعامل مع اي ابلكيشن تشتغل عليه في الفورم بتاعه، اكيد حضرتك محتاج ان انت تعمل ستور للداتا بتاعتك، محتاج تعمل ستور للداتابيز بتاعتك. علشان تعمل ستور للداتابيز بتاعتك فانت المفروض تكون بتتعامل مع الداتابيز. بعض الشركات بتطلب من الشخص ان هو يكون بالاضافه للبروجرامنج لانجوج اللي هو شغال عليها يكون شاطر شويه في الداتابيز، وبعض الشركات بتفصل الاثنين عن بعض، ولكن خلينا ناخد على الارجح ان الراجل ده هيعمل الاثنين. طيب تاني حاجه عندنا الراجل الادمن ده، الدور بتاع الادمن اللي الراجل ده بيعمله احنا قلنا بيمانج الادمنستريشن تاسكس الخاصه على الداتابيز. يعني الراجل ده مش بيكريت داتابيز، ممكن يطلع منها ريبورتات، ممكن يكون مسؤول عن السكيورتي بتاعتها، ممكن يكون مسؤول عن الباك اب وريستور وكل الادمن تاسكس اللي احنا اتكلمنا عنها. اكتر حد يليق عليه القصه دي الراجل بتاع النتورك. ليه الراجل بتاع النتورك؟ لان في النهايه زي ما احنا هنتكلم دلوقتي، الراجل بتاع النتورك هدفه ان هو يمانج النتورك بتاعتك، يمانج الانفراستراكشر بتاعت النتورك بتاعتك، يمانج السكيورتي اللي بتشتغل عليها، يحدد صلاحيات كل واحد، انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، بيحدد ان هو بيعمل انستليشن للسيرفرز اللي انت بتشتغل عليها، بيحدد ان هو بيعمل انستليشن على الفاير وول ان انت بتشتغل عليه. فاكتر حد ممكن يليق عليه القصه دي ان هو يعملها الراجل اللي عنده من جاي من باك جراوند نتورك،
فطبعا ده مش حاجه مصيريه او محدده، انت ممكن تبدا الكارير باث بتاعك ان انت داتا بيز ادمن وبس، ولكن بعض الناس بيبقى عندها باك جراوند نتورك وبتبدا تشتغل على الحته الخاصه بالاوراكل ادمن. خلينا بقى نتكلم عن تالت حاجه عندنا، الراجل بتاع النتورك زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي. الراجل بتاع النتورك هدفه ان هو يبدا يعمل الانفراستراكشر بتاعت الشركه. عندنا مجموعة من البيسيز، البيسيز دي محتاجة نبدأ، أو مجموعة من الأجهزة محتاجة تبدأ تتوصل بينها وما بين بعض علشان تبدأ تشوف بعض، وكذلك بيبدأ يحدد السكيورتي بتاعتهم، بيبدأ يحدد صلاحيات كل واحد بيشتغل إزاي، بيبدأ يعمل لهم سيرفر علشان ممكن يكون بمثابة الفاير وول اللي بيسكيور الأجهزة بتاعتنا. هو ده ممكن اكتر واحد الناس بتبقى شايفاه حد متحفظ جدا في الشركه، علشان دايما يقول لك والله احنا ننزل ده وما ننزلش ده، وانا اللي معايا الباسورد بتاعت كل حاجه. فبالتالي الراجل بتاع النتورك هدفه ان هو يمانج او يجهز لك البنيه التحتيه ان انت تشتغل عليها. علشان كده دايما يا جماعه كل المجالات مرتبطه بينها وما بين بعض. الراجل بتاع النتورك بيجهز لك الشبكه بتاعتك علشان تبدا تشتغل، وانت كديفلوبر وبتبدا تشتغل وتبدا تعمل الابلكيشن وتبدا تعمل معاه الداتابيز. رابع حاجه يا جماعه عندنا هي مجال الجرافيكس. مجال الجرافيك ببساطه ان الراجل ده بيشتغل في الدعايه والاعلان. الراجل ده بيعمل براندنج لاي شركه محتاجه تعمل اي حاجه. ببساطه الراجل ده بيشتغل على الارت علشان يبدا يظهر دعاية الشركة على السوشيال ميديا، يفضل الشركة تكون محتاجاها، البراندنج الشركة محتاجاها، بيبدأ يعمل لوجو، بيبدأ يعمل كل الحاجات المرتبطة بالجرافيكس، واعتقد ان هو موضوع سهل. خامس حاجة عندنا هو مجال الويب ديزاين. الراجل بتاع الويب ديزاين هدفه ان هو بيبدأ يعمل الاستراكشر بتاع البيدج بتاعتنا. على سبيل المثال الراجل ده بيقول ان احنا عندنا هنا بانر، عندنا هنا مينيو، وعندنا هنا تكست هنبدا نكتبه في النص. طبعا اهم سؤال دايما الناس بتساله، ايه الفرق ما بين البروجرامر او الويب ديفلوبر اللي بيبدا يعمل كودينج وبيبدا يعمل فانكشناليتي والويب ديزاينر؟ الويب ديزاينر هو راجل بيحدد الاستراكشر بتاع الويب بيج بتاعتنا، بيبدا يحدد يقول ان انا عندي بانر هنا، ويبدا يديها الوان ويبدا يظبط الشكل، وبالتالي انا بستلم منه صفحه ستاتيك. علشان اخليها دايناميك يبقى انا محتاج الويب ديفلوبر علشان يبدا يكود على الابلكيشن بتاعنا. فبالتالي دور الويب ديزاين بيبدا يتعلم مجموعه من التول ومجموعه من التكنولوجي اللي هتساعده ان هو يعمل لنا السكيل تول او الاستراكشر بتاع الويب بيج بتاعتنا، ايا كان بقى الصفحات اللي انا هحتاجها عندي على السيستم، هو الراجل اللي بيعمل لي ديزاين. علشان كده هنا ما بيننا وما بين الويب ديفلوبر ارتباط كبير جدا، لان احنا بنجهز له شكل الصفحات بتاعتنا وهو بيبدا يعمل ديفلوبمنت عليها ويبدا يشتغل.